عن اجتماع امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع باللواء خالد عبد العال محافظ القاهره. اتكلموا متابعوا ملف تسكين اهالي المناطق العشوائيه في الاماكن الجديده، ملف مهم جدا، وكمان تطوير القاهره الاسلاميه. مش بس كده، كمان ناقشوا واتكلموا بسرعه العمل على نقل اهالينا في المناطق العشوائيه للمساكن البديله اللي تم اقامتها بالفعل، وكمان بتوفر عدد كبير من الوحدات السكنيه البديله للوحدات العشوائية. وطالب كمان دكتور مصطفى بأنه يتم عرض برنامج بخطة واضحة لنقل الأهالي وأنه يتم الالتزام طبعا بتنفيذه، مؤكد أنه تم تنفيذ المرحلة الأصعب وهي توفير الموارد اللازمة للبناء. إن شاء الله يعني في المستقبل نلاقي مصر من غير عشوائيات.